فرصة لا تعوض لكم مستمعتنا الكريمات أنكم توجدوا ورقة وستيلو ما خسرتوا والو. معنا شيف دو كويزين سيدة من سيدات الذوق الرفيع، سيدة يعني محترفة، أعطت للطبخ للحلويات لكل يعني الأنواع والأذواق المغربية الكلاسيكية وكذلك العصرية شيء الكثير من خلال مشاركتها، من خلال كذلك حضورها المتميز في اليوتيوب، من خلال كذلك البرامج الوطنية. سمير حديد صباح الخير. صباح النور. شتعطيلة سافا والله سمحوا لي بزاف لأن راكم عارفين الطريق فيها اللي تخابو فيها ما بين الدار البيضاء والرباط سي فريمون زعما سمحوا لي بزاف. مرحبا بك. وبورتون خرجت من 9:30 من الدار من كازابلانكا، هانتو ما شفتو معاش الوقت معاش وصلت. مرحبا بك. الله يبارك. حنا هاد الساعة ما غنديرو حتى شي اختيار غنائي ان شاء الله. وان شاء الله نحاولوا بإذن الله ناخذوا معك شي هوات رمضان ان شاء الله بحول الله. شنو غتقترحي علينا اليوم ان شاء الله؟ بون في دم شي هوات رمضان دونك غنعطيو ديما دابا هذا وقت التحضيرات والتوجيدات اللي الحوايج اللي تنوجدوهم ونقدروا نخليوهم في المجمد دونك با دو بروبليم. غنعطيو بسيطلات صغار، غنعطيو دينام، غنعطيو واحد العجين ولافارس ديال لي سوشون ونحاولوا كاين الحمد لله كاين بزاف ما يتعطى. غير النصيحة لالا سميرة حديد دولي كنحاولوا أنني نبلغ لكل المستمعات والمستمعين حيت لا كونجيلاسيون كاين في بعض الحشوات ما يمكنش أكيد. وبعض العجائن ما يمكنش أكيد. وحتى يعني البسطيلات وهاد لينا ملي كتحضري وكديريهم في المجمد فصعيب أنها تبقى بنفس القيمة الغذائية وربما يوقع لينا بعض المشاكل الصحية. فحنا كنحضروا من هذه المسألة، حنا كنقولوا علاش نهار الأول علاش لا الواحد ما يوجدش ماكلته في نهارو يعني، وهذا اسهل ما يكون. نتوما معاكم كناخذوا الاحترافيه وكناخذوا الحاجه السهله أكيد. والحاجه اللي ممكن عمليه يعني أكيد. وفي الحين بدون تعب او بدون جهد. ولكن غير واحد القضيه اونتر بارونتيز غادي نقولوها، هاد الشهوات اللي غادي نوجدو ما تيطولوش عندنا في المجمد. نخافوا من المجمد الا كانوا غادي يدوزوا مده طويله. نعم. باغ كونطخ حنا دابا تنوجدو غير باش نبداو بعد رمضان. وكيف قلتي رمضان عندنا الوقت ديك الساعه ملي تكمل لينا هاد الكميه الاولى ديال الاسبوع الاول، ولا حيت الاسبوع الاول شويه تيطلب منا واحد الجهد. نعم. الصيام ما تيكونش الانسان مولف الصيام، يلا الريتم كيشد الريتم تيشدو دونك يكون مرتاح او موان السيمانه الاولى ومن بعد راه انا غناخذ هاد الوصفات وغنطبقهم النهار بنهار. لا باش نبداو بسيطلات. الوغ نبداو بسيطلات صغار بافخاد ديال الدجاج. اييه هاد البسيطلات راه تيجيو رائعين بزاف 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 ما نقول لكمش عليهم. واخا ناخذ المقادير. دونك المقادير عندنا واحد الكميه ديال الفخاد ديال الدجاج. اييه عندنا بصله وحيده تكون كبيره مشلضه رقيق. عندنا العطريه ديال الدجاج، عطريه الدجاج محمر وي. عندنا الملحه وعندنا الابزار. الملح الابزار تنديروا هاد الشيء في الطنجره وتنقصوا عليه البوطه مهيله وتنخليو الفخيطات ديال الدجاج ديالنا يطيبوا. واخا الوغ من بعد ما تيطيبوا لنا هاد الفخيطات تنحيدوهم بيان سور تنفرتوهم. خليو نصيحه، خليو الفخيطات يطيبوا مزيان ما تخليهمش شادين. واخا ديما البسطيلات ملي تبغيو ديروهم داكشي الحشوه اللي غادي دير خاصها تطيب مزيان. نعم. بحال تنصيبو لي تاكوس بحال الحشوات ديال لي تاكوس بحال هكا. نعم. خاص داكشي خاصهم يجيو فتيين زبده كما كنقولوا اكزاكتومون زبده. واخا نفرتوهم ونخليوهم دو كوتي. اييه الوغ عندنا شويه الشامبينيون. الشامبينيون طري اولا المعلب اللي بغاو. أيه. تنشدوه تنصفيوه من الماء ديالو. أيه. الا كان المعلب الا كان الاخر تنقطعوه. أيه. وتنشحروه في شويه الزبده وشويه الملحه وشويه الابزار. يتشحر في الزبده ملح ابزار. أيه. ونخليوه دو كوتي. ها هو دونك هذا الرقم جوج. اييه دونك من بعد غادي يبقى لنا ديك المريقه اللي طيبنا فيها الدجاج. بيان سور تتكون ناشفه تتكون فيها غاديك البصيله. الوغ اش نديرو ليها؟ تنشدو ديك البصيله تنعكوها مزيان فورشيت اولا تنطحنوها بداك الميكسور بلونجون. اييه نعكو البصله او نطحنوها اولا بداك الميكسور بلونجون. نعم. طويل اولا المهم كل وحده على قد على الامكانيات اللي عندها. المهم طحن هذيك سميتو وغادي نزيدوها غنزيدو فيها شويه الحليب ونزيدو شويه الحليب وغنرجعوها فوق البوطه وغنزيدو عليها معلقه ديال الزبده وغنزيدو عليها معلقه ديال الطحين. اذا معلقه زبده ومعلقه طحين وغنصوبو بها البيشاميل. ممكن هنايا نشا بيان سور او نشا بيان سور. غير حاجه نشا تيخلي لا بيشاميل خفيفه
وحنا بغينا تقول حنا حنا بغيناها ثقيله لان البسطيلات باش ما تطلقش لنا فيهم الماء. حيت البسطيله السر ديالها هي النشوفيه، النشوفيه ديال العقده ديالها خصوصا ديال الدجاج، باش ملي طيب لينا ما تجيناش الورقه ما تجيناش دابله. يعطيك السر لاله سميه. ايه دونك هاد ثلاثه دونك صبنا سالينا منه صافي، صوبنا به لا بيشاميل. الوغ غنشدو ديك لا بيشاميل غنزيدو فيها ثلاثه المعالق او اربعه على حسب الكميه اللي درنا ديال لا كريم فريش. اذا ثلاثه حتى لاربعه المعالق كبار ديال لافخيم لا كريم فريش او قشطه طريه. غنخليوها تبرد، خاصها تبرد كاريمون. واخا تبقى تبرد الوغ ملي غتبرد غنشد واحد 150 غرام ديال الشاركوتري مخلطه. اذا 125 150 غرام واخا ديال الشاركوتري تكون مخلطه. ايه غنقطعها طريفات صغار مخلطه تقطع، وغادي نزيد وغادي نزيدها فوق هذيك لا بيشاميل ونزيدوها ونزيدو الدجاج ونزيدو الشامبينيون نخلطو الخليط كله ونعمرو به البسطيلات ديالنا. رائعين هادو ما غنقول لكمش عليهم زعما رائعين. راه ما تنشكر لكم الحاجه حتى تتكون مجربه ومعاوده وتنشوف الناس اشنو الطلبات ديال الناس اشنو اللي تعجبهم. لا روعه هادو راه تيجيو رائعين. لا روعه روعه. الى بين المقادير لا دان فومي زيد وسلامي سلامي تيجيو هائلين. اذا هنا كيكون لا داند فيومي لا داند فيومي وسلامي دبف خياطتينا. اذا داند فيومي وسلامي دبف وسلامي. الوغ هنايا بلا ما تزيدوا لا فخوماج لا والو ياك هي لا كريم فريش هي بايعه راسها بيشاميل ويعني هاد المكونات هادو خلاص عطاو لوكو عطاو المذاق. ايه من بعد تعميره صافي. من بعد تنشدو البسطيلات ديالنا كيف تتشدو زليفه اللي ما تيعرفوش يصوبوا اولا سيرك. ايه تحطوا فيه الورقه ديالهم. تنشدو دوك لي شوت ديال الورقه اللي عندنا اللي تنحيدو من الجنيبات هما باش تنعمروا التحت تاع الورقه. تنزيدوهم في التحت ديال الورقه باش نمتنوا باش ما الحشوه ما تمتني زوينه هاد المتن. وي باش نمتن رائعه عندك هاد النومو زوين متن بصح لانه ما كنسمعوش بزاف في الطياب ولكن هو راه هذا هو الاصل ديالو. راه التغم ديالو راه نمتنو الورقه لتحت باش ما تفيدش ما تفزكش لينا. دونك تنشدو تنهزو معلقه ديال الحشوه وتنحطوها وتنسدو البسطيلات ديالنا والجهه اللي فيها السده هي اللي تتكون لتحت في لابلاك. نعم وتندهنوهم بشويه تاع الزيت وتنديروهم يطيبوا. كدهني بالزيت الزيت وتنديروهم يطيبوا والفران وبيان سور ملي تنخرجوهم تخليهم حتى تيبردوا تديكوريوهم بوريضات ديال الشاركوتري فوقهم وريضات ديال الفرماج ساندويش. أيه وتتحطوهم ولا بغيتو ان كور دون فيه زويتينه وفيه هذا سميتو. نعم راه الديكوراسيون راه كل واحد على تبارك الله عليك. وغنعاود بسرعه هاد البسطيلات هادو ديال الدجاج قلنا غناخذوا كميه ديال الفخا دجاج شحال تقريبا ديال الورقه هنا لاله سميره؟ هنايا ما على حسب الكميه اللي داروا ديال الدجاج. نعم ما نقدروش نحكموا لان الا داروا واحد كيلو ديال الفخا تاع الدجاج خاصهم واحد كيلو ونص ديال الورقه. لا نبداو بواحد الرابعه مثلا الرابعه ديال الورقات بسطيله ولا كانت في الحجم الصغير يكون احسن. دائما في الحجم هاد البسطيله الصغار من الاحسن في الحجم الصغير. الحجم الصغير باش ما تضيعش لكم الورقه بزاف. اذا قلنا غناخذوا كميه ديال الفخا دجاج بصله واحده كبيره مشلضه تشليضه رقيقه. العطريه ديال الدجاج الملح الابزار غنوضعوا هاد الشيء هاد العناصر كلها في الطنجره وغنخليوها على عافيه مهيله حتى كيطيبوا هذوك الفخا ديال الدجاج. من بعد ما يبردوا غنحيدوهم وغنفرتوهم. غناخذوا الشامبينيو يا اما طري او معلب. الا كان معلب غادي يتصفى من الماء وغيتشحر في الزبده والملح والابزار. المرحله الثالثه غناخذوا هذاك المرق ديالنا اللي طاب فيه الفخا ديال الدجاج غادي تنشف مزيان. غناخذوا ديك البصله منه عفوا وغنمعكوها مزيان غنطحنوها مزيان بداك الخلاط اليدوي ونزيدوا عليها واحد شويه ديال الحليب ونرجعوها فوق البوطه مع معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال الطحين حتى كتولي عندنا بيشاميل اللي غنزيدوا عليها من 3 حتى 4 المعالق كبار ديال الكريم فريش ونخليوها حتى تبرد. المرحله الخامسه فيها 150 غرام ديال الشاركوتري اللي هي مخلطه ما بين لادنت فيمي وما بين السلامي دبف. غنقطعوهم تقطيعات صغار وغنزيدوا على هاد البيشاميل نزيدوا الدجاج الشامبينيون ونعمروا البسطيلات ديالنا لاله سميره حديد. الله يبارك فيك. وهاد البسطيلات اللي بغى يشوفهم راه كاينين في القناه ديالي ديال اليوتيوب. راني دايراهم سو فورم دو كاري. اييه دايراهم بسطيلات كاري يعني تشكلي كيما بغيتي. فوالا شكلي البسطيلات ديالك حشوه الا كانت بنينه. ديري اللي بغيتي اكيد ديري اللي عجبك واخا بسم الله.